تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سعادة السيد جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني ورفع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء في برقيته أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية سائلا المولى العلي القدير ان يديم على مملكه البحرين التقدم والازدهار في ظل قياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله